اولا كما العاده نباركوا الفريق هذا تبركان على الفوز، ان فريق بركان هذا تبركان من المرشحين. حنا عارفين هادشي، حنا خارجين من مباراه كبيره ضد فريق الرجاء البيضاوي. انا اللي فرحان ليه بزاف هو الشخصيه ديال الفريق ديالي، رغم يمكن اقل بيجي واقل تركيبه بشريه، ولكن باش تلعب مع الرجاء وبركان في الميدان ديالها يكون عندك شخصيه وتكون كنتي غتربح، هذا هو اللي كيفرحني. الحمد لله انا يمكن يعني درب السوالم يعني كنت سبب من الاسباب اللي صعدنا من القسمتين الثانيه هوات الاول ناسيونال. هذه دائما كنت كنقول لديك المنطقه انا ما نديش الالقاب، ولكن غندير لكم فرقه تشرفكم. حتى باش كنت مشيت للكوكب كنقول انا غندير الفرقه اللي غادي تشرفكم. واليوم يمكن الفريق هاد المباراتين شرف المنطقه، حتى يعني رجعوا للاطوار ديال المباراه. فالمباراه حقيقه يعني ما استحقوش الهزيمه، كان التعادل يكون يعني يكون منصف، لان حنا قدرنا محاولات، ضربنا العارضه، مشينا درنا واحد ربعه ولا خمسه محاولات. الشوط الاول استحوذنا على الكره، يمكن الفريق ضغط عندنا ولكن كنا نلعبوا بهدوء، ما لعبناش ذاك الشيء الكره واللعب العشوائي ما كانش، رغم ان الفريق ضغط علينا ولكن كنا كنلعبوا بسلاسه. داك الشيء اللي كنعرفوا نديروه في التدريب درناه، واخا الخصم في الميدان ديالو، رغم انه من نهضه بركان من كبار القوم، يعني يعني نهضه بركان يعني من الفرق كما كنسميو نهضه كبار القوم. نعم قلت لك من يعني كما قلت شي، فالنتيجه كما ما استحقوش الهزيمه يعني بشهاده الخصم واللاعبين اللي جاو سلموا علينا في الاخير. حتى المدرب اللي قالنا درتو كرون ماتش برافو، يعني ملي قال لي كيعترف بك الخصم انك درتي مباراه يعني في مستوى يعني ما تستحقوش الهزيمه. كان التعادل يكون منصف. انا كما قلت لك اللي فرحني بزاف وجو سوي فيغ، يعني اللاعبين ديالي اللي داروا مباراه كبيره وكانت عندهم الشخصيه. وما تنساش راه لعبنا المباراه اللي فاتت مع فريق كبير كالرجاء البيضاوي المرشحين، وكذلك النهضه البركانيه بالامكانيات ديالها الكبيره. يعني ما يمكنش تقارن بين بركان والسوالم الا في الملعب، اما شي حوايج ما يمكنش تقارن بعيد لكل البعد باش نتقارنوا مع لا مع الرجاء لا مع النهضه. كانت الفرق الكبرى اللي كيكونوا مرشحين وعندهم لاعبين كبار وعندهم امكانيات وعندهم بنيه تحتيه، ولكن اللي كيفرحني كما قلت لكم ان السوالم دائما تتعطي فرجه وتتلعب مباراه هجوميه، يعني داخل ولا خارج، رغم اننا كنخرجوا 30 مباراه كعرف كنلعبوا في برشيد، حتى الخصم دائما هو اللي كيستقبلنا. لا شتي المباراه الاخيره راه الرجاء كان واحد 15000 متفرج، حنا كنا شي 20، يعني ما باش يشاهدوا باش حتى ما تبعوناش مع يعني برشيد اللي قريبه وكيجي غير 20، فما بالك الا كانت منطقه بعيده، لان ما كنستقبلوش الميدان ديالنا. ولكن خلقنا فرص، لعبنا كره قلت لك اللي خصها تلعب، يعني هنا درنا لا سوختي بالون، درنا جوكور، ضغطنا عليهم هما ضغطوا علينا. يمكن المباراه كانت بله، حتى فريق النهضه بركان فريق قوي، حتى هو تيلعب هجومي تيضغط على الخصم. داكشي اللي دار بركان حنا درناه، هو درسناه وحنا درسناه. يمكن كنشوف الهدف اللي كانت واحد الخطا قبل، مشكل عايشين والله احسن العوان يعني بالنسبه للحكام، لان بعض المرات كتلقى الحاله مشابهه وما كتسيفلهاش. دابا المشكله تلقاها في ماتش اخر وغادي تسيفلها، علاش؟ لا تكون شكافه، الا غتسيف لي فهاد المباراه سيف لي فهاد المباراه، راه تما كتدخل الشكوك وتيقول لك علاش بحال كتجيك حكره بحال كيجيك شي حوايج. يعني فهمتي انت ما ماشي في النزاهه ولا غير، انت بعض الاحيان كتقول تقعد تسائل مع نفسك ما يمكنش نفس الحاله دابا كتصيفنا هنا وما تتسيفلاش. يعني وما سرقناش، يعني بهذه النقطه ديال اليوم بالنقطه ديال واحد المباراه اللي سيطرنا بالطول العرض وما شلناش، ومباراه ديال تقريبا ديال المحمديه كان خصنا يكون عندنا 15 نقطه، لان كما قلت لك بطوله متكافئه. لاحظتي يعني حتى الفرق الكبار الان تيعاني وتيلقاو مشاكل مع الفرق الاخرى، يعني دابا غير اللي تقدر تنتصر انتصارين تولي انت الاول، فهمتي؟ يعني كاين واحد التكافؤ. غير حنا كما قلتي حنا الحمد لله. لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.